اهلا بحضراتكم من جديد، وبنرحب بضيوفنا نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره الطائره، واللي كان لهم دور كبير جدا في الفوز ببطوله افريقيا منذ ايام بعد غياب 8 سنوات. في البدايه برحب بكابتن محمد معوض ابن النادي الاهلي وليبرو الفريق لسنوات طويله، بس هو النهارده مدير الفريق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن عيسى، وبنشكرك طبعا ان انت يعني ساعدت بشكل كبير ان انتوا تنورونا النهارده. ربنا يخليك، ده واجب علينا، وحضرتك طول عمرك وشك حلو علينا، فاحنا سعداء احنا موجودين مع حضرتك النهارده. منور يا كابتن، والف مبروك. ربنا يخليك، نورك، تسلم. برحب طبعا بدكتور الفريق واحسن لاعب في البطوله واحسن معد، نقول بقى الكابتن والدكتور، قول زي ما انت عايز تقول. الكابتن طبعا حسام يوسف. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك. تحب دكتور ولا كابتن؟ الاثنين حلوين. انت عارف منورنا، والف مليون مبروك على البطوله وعلى الاداء وعلى كاس احسن لاعب وكاس احسن معد. ربنا يبارك فيك، كل خير يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. معانا طبعا ليبرو النادي الاهلي، والحقيقه دايما في المواقف المهمه والمباريات المهمه كان موجود، وكمان كان مع المنتخب موجود. ليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمد رمضان. اهلا بيك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن هيثم؟ منورنا، ويمكن انت مقل شويه في الظهور، بس انت دايما يعني في قلبنا ودايما شايفينك وشايفين دورك بشكل كبير. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. كابتن محمد، يمكن اجي لك، البطوله كانت صعبه، الاعداد كان صعب برضو، رحتوا معسكر خارجي في تقريبا في مقدونيا وسلوفينيا وتركيا، يعني لفيتوا لفه كده، لعبتوا مباريات مهمه، رجعنا على البطوله. يعني صادفنا سوء حظ في البدايه مع مباراه الجزائر، يعني كلمني ازاي استعدينا للبطوله دي مع قدوم جهاز فني جديد ايطالي مستر فلافيو، يعني كلمني عن الاستعداد وصولا للبطوله. والله هو الاعداد كان كويس، عملنا معسكر مغلق في مصر ممكن مده شهرين في حسن مصطفى، في امكانيات حلوه جدا طبعا، قفلنا على نفسنا واتمرنا كويس، وبعد كده عملنا معسكر خارجي في اوروبا لمده 3 اسابيع، كان فيهم 10 ماتشات وديين، كان فعلا في مقدونيا وتركيا وسلوفينيا في الاول، لعبنا 10 ماتشات على مستوى برضو عالي مع فرق محترمه زي اليابان تركيا. لعبنا يعني انا اقصد مش معسكر بس، لا لعبنا فرق تقيله كمان. لعبنا يعني 10 ماتشات، لعبنا الكاميرون برضو هناك، لعبنا مقدونيا وتركيا واليابان الاي تيم والبي تيم. ممتاز. لعبنا سلوفينيا طبعا، سلوفينيا امبارح كسبانه البرونز في اليورو، واخده ثالث في اليورو، فلعبنا ماتشات على مستوى كويس ما شاء الله يعني. ما شاء الله. طيب وصلنا البطوله، يعني جينا مصر فتره قبل البطوله ولا قد ايه قبل البطوله؟ اسبوع تقريبا او 10 ايام؟ 10 ايام لعبنا فيهم، او اسبوع لعبنا فيهم ماتشين وديين مع ليبيا ومع المغرب، برضو منتخبات محترمه، وكنا في جاهزيه كويسه الحمد لله. طب ماتش الودي مع ليبيا عملنا ايه؟ خسرناه. احنا كنا بنلعب يعني بنجرب كل نكشف كل اوراقنا. بس ليبيا عامله فريق كويس، ليبيا يعني بامانه خدوا برونز. هم بيلعبوا احنا يعني. ما كناش عارفينهم قوي، احنا عارفين هم ماشيين كويس، ما كناش عايزين نكشف كل اوراقنا في الماتش ده، كنا واخدينه تمرين يعني. طيب ماتش الجزائر اللي عايز اقف عليه شويه، الماتش الاولاني اللي خسرناه 3-0، يعني مش خسرناه بنتيجه مثلا 3-2 لا ده احنا يعني خدنا وش تمام. الماتش ده احنا ساعتها قلنا يا اما هياخدنا للبطوله يا اما هياخدنا بره البطوله. حولتوا المكسب الخساره دي لمكسب ازاي وروح تانية خالص يا كابتن؟ والله زي ما حضرتك عارف الرياضه ملهاش كبير، احنا امبارح مثلا كان بيلعب اليورو الفاينل ايطاليا وبولندا في ايطاليا، بطل العالم وبطل اوروبا، وايطاليا خسر 15000 متفرج 3-0. فدي رياضه طبعا، احنا المفروض احسن من الجزائر. الماتش ده كان داي اوف للناس كلها، يعني نادرا ما بتحصل، بس فعلا ما لعبناش حلو خالص، ما كانش في توفيق خالص. زي ما حضرتك قلت، وربنا حطنا في السكه الصعبه، وهي كانت يعني يا كده يا كده. صحيح. بس الحمد لله الناس الكبيره يعني لمت الفرقه ومع الجهاز الفني وتماسكنا، والحمد لله كانت فتحت خير علينا وكسبنا البطوله الحمد لله. الحمد لله. واحنا كده كده كنا بنقول بعد خساره الجزائر ان فعلا اللعيبه الكبار ليها دور، بس خليني برضو اتنقل بقى يعني، وطبعا اكيد كابتن احمد صلاح هو طبعا الغائب الحاضر النهارده، نجمنا الكبير والاسطوره، لظروف يعني ما قدرش يجي، ولكن هو طبعا كان ليه دور كبير، وكان يعني مش عايز اقول لكم يعني قد ايه كان مدعم للفريق، وكان ليه دور فني كمان خاصة في مباراة الجزائر النهائي. هروح للدكتور حسام يوسف، يمكن اللي ما يعرفش طبعا دكتور حسام يوسف او ما يعرفش عنه الخلفيات، هو طبعا معد النادي الاهلي. كابتن حسام يلعب زي ما يلعبش، يؤدي زي ما يعني ما يؤديش، نفس الاداء، نفس الروح، نفس القوة، نفس الالتزام، لو ما لعبش دقيقة برضه نفس الالتزام، قصة كبيرة وقدوة لكل لاعب عايز يبقى نجم في اخلاقه ونجم كمان في لعبه. يعني يا دكتور بامانه انا بحييك. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. هو الواحد بيراعي ربنا في شغله، وبحاول ان انا اطلع اقصى حاجه عندي في كل الاوقات زي ما حضرتك بتقول، سواء بلعب او ما بلعبش. لو ما بلعبش بحاول اساعد زمايلي. الناس يعني كلها بتتقبل مني الكلام الحمد لله، ان انا بحاول ان انا ارشدهم للطريق الصح.
دي حاجه بتزودني انا عند الناس الحمد لله رب العالمين، وربنا كفينا في الاخر الحمد لله بالبطوله. يعني يمكن انت بتلعب طبعا او في نفس المركز مع عبد الله عبد السلام نجم الفريق وصاحبك اكيد ويعني طبعا ورفيق دربك، ويعني ودايما تزاملته في 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 مواقف كثيره، وافتقدنا جهوده في المنتخب نتيجه الاصابه، فانت شلت الحمل يعتبر لوحدك. بالظبط. دخلت ازاي؟ لان خلي بالك برضو ان انت لما بتخش بطوله وانت حاسس ان الحمل عليك، انت محتاج توزع مجهودك، محتاج ترتب تفكيرك. لعبت الجيم ازاي؟ ازاي اثناء البطوله؟ بالظبط. هو كان من الموضوع بدا من قبلها بشويه، احنا عسكرنا زي ما محمد قال في حسن مصطفى فتره، وكان كل الكلام مستر فلافيو معايا ان انا لازم اتحمل الفتره اللي جايه لان الضغط هيبقى جامد. وكذلك لما سافرنا المعسكر بتاع اوروبا لعبنا 10 ماتشات تقريبا، انا لعبهم تقريبا كلهم، وفي اوقات فعلا كان الواحد بيجي الوقت خلاص بالزبط. المجهود عالي، التعب، الارهاق جامد جدا. كان طبعا مستر فلافي بيقعد معايا على طول بيتكلم معايا ان ده اللي هيحصل في البطوله، انت هتتعرض لضغط اكبر من كده مع ماتشات رسميه، مع وجود جمهور، مع ماتشات ضغط دور 8 دور، وده اللي حصل فعلا. يعني صحيح. انا عرفت قيمه اللي كان بيحصل معايا في المعسكر في البطوله، ان ده هو ده اللي خلى الواحد يقف على رجله الحمد لله لحد اخر البطوله الحمد لله. طيب توقعت وانت البطوله شغاله ان انت ممكن تاخد كاس فردي؟ انت الله اكبر ما خدتش كاس، انت خدت كاسين، احسن لاعب في البطوله واحسن معد، ونادرا لما بيبقى المعدين بياخدوا احسن لاعب، يعني دايما الضريبه هم اللي بياخدوا احسن لاعب. بالظبط. فانت النهارده عملت حاجه صعبه، هل والماتشات شغاله كنت حاسس ان انت ان شاء الله قريب ده، ولا ده ما جاش في دماغك خالص اثناء البطوله؟ بصراحه ما جاش في دماغي خالص. هو كان اقصى يعني انا كنت بفكر دايما ان احنا في الكاس الكبير، ان احنا نكسب البطوله دي كانت اهم حاجه عندي. يعني انا كنت حتى لما بتكلم مع رمضان او مع سعودي معايا في الاوضه بقول له انا نفسي اكسب البطوله، بغض النظر انا مش بفكر بقى، يعني انا الواحد بيعمل كل اللي عليه، بس التفكير كله ان احنا نكسب البطوله. يعني افريقيا بقالها كتير ما كسبناهاش، وخسرنا قبل كده في مصر هنا كانت 2017 وبعد كده خسرنا في تونس 2019 يعني، وتونس خسرنا تاني في رواندا في 2021 فثلاث مرات ورا بعض. فنفسنا نرجع البطوله تاني، الواحد نفسه يعيش احساس المكسب البطوله يعني على ارضنا في وسط جمهورنا. دي كانت ده كان الحلم بصراحه، كان الهدف بتاعنا. فلما جت طبعا الجائزه الفرديه اكيد حاجه كويسه وكل حاجه، بس دي زي ما حضرتك قلت انا كمعد دي تبقى كانها للفريق كله، الناس كلها ساعدتني بصراحه، مش عايز انسى حد، الفريق كله ال 14 كلهم او ال 13 راجل اللي كانوا موجودين، الناس كلها ما حدش قصر، ناس رجاله، الناس ما اتحملت المسؤوليه، خاصه زي ما حضرتك قلت بعد ماتش الجزائر خساره الناس كلها قعدت، لا احنا يا جماعه ما ينفعش يبقى المنظر كده او الشكل كده، لا احنا احسن من كده، لازم نرجع ثقه الناس فينا. ومن ماتش كينيا اللي هو دور ال 16 لازم نرجع الثقه لنفسنا ونرجع ثقه الناس فينا. واتكلمت حتى مع معوض قال لي احنا يعني مش هنتكلم تاني غير بعد ما البطوله تخلص، بعد ما الكاس يبقى معانا ان شاء الله. وده الحمد لله هو ده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. يمكن يعني ان انت تحط لنفسك هدف اثناء البطوله، ان انت يعني انا اكلمك بكل امانه، يمكن بعد مباراه الجزائر الناس فقدت الثقه، اكلمك بكل امانه يعني يمكن الكلام ده احنا كنا حاسينه واحنا متابعين البطوله، الناس قالت لك اه ده منتخب مصر كده هيتعاد نفس سيناريو 2017، ده احنا الجزائر اللي هي مش على الخريطه ومش مرشحه بنخسر منها 3-0. فانت النهارده كان عندك هدفين، انا بشكرك انت قلتهم، استعاده الثقه تاني لينا، الناس تستعيد الثقه فينا تاني، وان احنا ما نتكلمش الا بعد البطوله ما تخلص. بالظبط. كده في هدف انت حاطه لنفسك اثناء البطوله. بالظبط. هو احنا اتكلمنا بقى يعني هو كانوا طريقين، كان في طريق سهل وفي طريق اللي هو اللي احنا خدناه الطريق الاصعب اللي هو تلعب كينيا فالمغرب فالكاميرون او تونس والنهائي ان شاء الله. فاحنا قلنا ان البطل يلعب اي حد خلاص يا جماعه، احنا لا بالعكس، احنا ممكن الماتشات القويه اللي ورا بعضها دي تدخلنا في الريتم بتاع البطوله احسن ما تلعب ماتشين ضعاف ورا بعض وتلاقي نفسك بتلعب سيمي فاينل مثلا تونس او الكاميرون تلاقي الموضوع صعب. لا كده احسن، احنا ندخل في جو البطوله من ماتش كينيا ونكمل بقى ماتش بماتش لحد ما نكسب البطوله ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان انت بتحكي لي كده سيناريو فيلم حصل وضغوط الناس مش شايفه ده. اكيد طبعا ده الناس شافت بس الكاس وبترفع وخلاص، اكيد بعد السيناريو ده كله والحوارات دي كلها والاهداف اللي كانت جوه المعسكر الناس ما شافتهاش طبعا. واكيد بعد الخساره طبيعي، دي رياضه وحصل شويه احباط والناس بدات تفقد الثقه شويه وبدا ان يبقى فيه
يعني الاحباط يدخل للناس حتى في التمرين، التمرين ما كانش احسن حاجه من بعد ماتش الجزائر، بس من تاني يوم خلاص بدانا ان احنا نفوق. وكنت انا متاكد واتكلمت مع الناس الكبيره ان ما فيش حاجه هتخرجنا من الاحباط ده غير ان احنا نلعب ماتش كينيا ده كويس جدا، الماتش اللي بعد الجزائر على طول. وحصل عملنا ماتش هايل، كان اصعب ماتش ان انت خارج من خساره وبتلعب كينيا فرقه برده محترمه وكسبانه البطوله اللي فاتت. فده خلانا بقى بعد الماتش ده فعلا الفرقه بقت حاجه تانية، بدانا ندخل بالثقه بقى. صح. الحمد لله رب العالمين. وخليني اقول لك ان انت تعرضت لنفس السيناريو ده في 2015 مع النادي الاهلي، كنتوا رايحين برده وخسرتوا مباراه وحطيتنا في الطريق الصعب ورحنا للزمالك في دور الثمانيه. بالظبط. صح بالظبط حصل. خسرنا من برج بوريك، وتفتكر انت برده رمضان الماتش ده؟ ايوه. وكنا قدها وقدود وعدينا، وانت كان الحمل عليك برده. يعني انت كنت شايل برده يعني نفس السيناريو ده. نفس السيناريو ده انا عايز اتكلم لسه على كلام حسام، يعني بطوله 2015 دي في الاهلي افريقيا النادي او حتى البطوله دي، هو الجو اللي في الفرقه اللي خلانا يعني نقدر نقوم من ازمه ماتش الجزائر ونكسب الحمد لله. صحيح. يعني ما حدش كان يفكر في جائزه فرديه خالص. كاس هو ده بالظبط. طول ما انت باصص للتارجت ده الحاجات الفرديه الالقاب الفرديه هتيجي لوحدها. صحيح. عايز اشكر برضو الاتحاد ان هم كانوا الفتره اللي فاتت دي كلها يعني كانوا في ظهرنا جدا وسندنا. المعسكر اللي اتعمل في اوروبا ده يعني ما شفتوش من 20 سنه. كتير من كتير. انت بتقولي اسابيع فرق كبيره يمكن. بالظبط. حتى سلوفينيا كنا في سلوفينيا بنلعب مع ثالث اوروبا، لعبتوا مع سلوفينيا ثالث اوروبا. بالظبط. فيعني مش عايز انسى حد، باشمهندس ياسر قمر طبعا وكابتن حسن عابد دينامو الاتحاد دعمونا جدا. كابتن عمرو مخلوف الصراحه كنت شايفه داعم معاكم طبعا جدا، وراح طبعا الفرق كلها كاس عالم. وكابتن تامر بيبرس طبعا كان معانا رئيس البعثه في الفندق، ما حدش طبعا عارف كان بيعمل ايه، لكن هو كان معانا كل يوم في الفندق، فقدرنا نتغطي الازمه بتاعت ماتش الجزائر ولمينا بعض وحسينا ان الناس في ظهرنا. يعني اللعيبه طبعا كان ليها دور، لكن برضو الاتحاد والناس المسؤوله كان ليها دور كبير، اللي احنا عملنا اجتماع وقلنا خلاص دي رياضه وبتحصل. السكه بقت اصعب شويه، السكه مش سهله، بس يعني المكسب يبقى احلى. والرجاله كانت قدها بصراحه يعني، وربنا سبحانه وتعالى كافئهم بشكل كبير. رمضان يمكن وجودك مع المنتخب كان تحدي، لان كان في عدد كبير من البروهات موجوده في مصر كويسه. خلينا نتكلم بقى في الاختيار من الاول. ان انت عشان تخش جوه المنتخب كان في يعني انا سمعت في الليبروهات كان في مسبحه، يعني كان في تنافس قوي جدا. كان في كتير. كلمني عن المعسكر، لان هو ده اللي بناء عليه المدير الفني اختار الليبروهات للفريق. هو طبعا الف مبروك لينا الكاس طبعا، اول حاجه يعني. والف مبروك طبعا لحسام ام في بي. انا كنت بصراحه حسام ده حبيبي يعني. طبعا طبعا هو حبيبي كل. الله اكبر. لا حسام ده حاجه ثانيه يعني بالنسبه لي، حته ثانيه في كوكب ثاني بامانه. طبعا المعسكر كان احنا اتجمعنا في شهر 8 شهر 6 قصدي، اتجمعنا شهرين. وبعد كده حوار طلعنا سلوفينيا، كانت في ماتشات صعبه كتير هناك بصراحه. كنتوا يعني كام ليبروي في الفريق قبل ما يتم التصفيه النهائيه؟ كنا في شهر 7 كنا 3 ليبرويات. تمام. كنت انا ورضا وواحد اسمه محمود شريف. منين محمود؟ كان بيلعب في الطيران. بيلعب في الطيران. كانت منافسه شرسه طبعا يعني. كنت الواحد كان بيطلع كل اللي عنده بصراحه يعني. كان في ماتشات وديه برضو طبعا، الواحد كان بيموت نفسه جديد وما اعرفش حد. بالظبط. ماتشات يعني سيلكت يعني كده ما شافش. فالواحد كده كده اوريدي متعلم طبعا في النادي الاهلي، اللي هو بيطلع بيعمل كل حاجه عشان يوصل اللي هو عايزه يعني. طبعا طبعا. فالحمد لله يعني انا اثبتت ان انا اكون في منتخب مصر الاول يعني. طيب انا عايز بقى بالتفصيل، يمكن خدت من دكتور حسام. انا بحب دكتور دي والله، لايق عليك قوي قوي ما شاء الله. الله اكبر. خلينا نقول ان خدت اللي هو يعني الاوتلت من بره، انه ماتش الجزائر اتكلمنا قلنا. قول لي بعد ما صفرت المباراه في ماتش الجزائر خلصت وخسرنا 3-0، كلمني عن الساعتين ثلاثه اللي بعديها، رحنا الاوتيل اللي عملنا ايه، كلمنا ازاي بالتفاصيل بقى. لا احنا بعد الماتش طبعا احنا كنا مصدومين كلنا يعني، احنا عمرنا ما خسرنا من الجزائر يعني. طبعا يعني الجو كان في الاوتوبيس لا الدنيا كانت وحشه، كاننا مصدومين اللي بيحصل بصراحه. فضلنا طبعا قعدنا مع بعض وعملنا اجتماعات قبل العشاء ولا بعد العشاء، يعني كلمني التفاصيل دي. لا ما تعشناش يعني. ما تعشناش بصراحه. بعد العشاء قعدنا مع بعض واجتمعنا، ما ينفعش زي يعني استراحه محارب يعني. استريح عشان ان شاء الله بعد ما كده ماتش كينيا نركز فيه. طب انتوا كلاعيبه رجعتوا الهزيمه من الجزائر الاولى برغم ان يعني ما كانتش مرشحه الجزائر، برغم ان هو ثبت وجود على فكره الجزائر. بالظبط. مش يعني احنا كنا فاكرين ان هو مش لا الجزائر مرشح بالمستوى ده. لا الجزائر مرشح. لا مرشح فعلا عشان هو كسب بطوله عربيه كانت قبلها بشهرين، كان بيلعب ليبي برضه. بس الجمهور مش عارف ده. بالظبط. ومش واخد على الصيت القديم ان الجزائر بعيد. طيب انتوا رجعتوا الهزيمه لايه؟ قلتوا احنا خسرنا من الجزائر ليه؟
لا هو اللعيبه بصراحه كانت كلها يعني كانت اوف مود بصراحه، مش ان احنا بره كانت اوف مود خالص يعني بصراحه. كمان احنا لعبنا اول ماتش إن, إن, ان يعني لما احنا قعدنا مع بعض احنا صرحنا نفسنا هو ده المشكله، هو ده ان احنا يا جماعه كنا وحشين، لازم نبقى متاكدين من كده في الماتش عشان كده احنا خسرنا. يعني كان في سبب للخساره، صرحتوا نفسكم بالظبط. كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج على نفسه يشوف عمل ايه في الماتش علشان الماتش الجاي مش مش مستحمل ان احنا صحيح. نغلط الاخطاء دي تاني بالظبط بالظبط. فهي دي كانت الناس صرحت نفسها ان هي كانت عارفه ان لا النهارده احنا مش كويسين، مش هنضحك على بعض بالظبط، ما تضحكناش على بعض، لا احنا وحشين ولازم كلنا نعتذر بالظبط. هو ده اللي حصل، الناس كلها كانت فاهمه كده، فعشان كده الناس نزلت تاني يوم في التمرين مركزه ان احنا لازم الماتش الجاي لا لا, لا يتحمل الاخطاء اللي احنا غلطناها. بس ندوس على نفسنا نموت نفسنا. طيب وتاني تمرينه بقى، يعني بيبقى الجو مكهرب هو في اي معسكر بعد اي خساره، واحنا كنا كلنا لعيبه وعارفين، بتلاقي السكوت كتير، مفيش ضحك يعني بتلاقي الدنيا برده متنشنه شويه. انتوا كلعيبه كبار برده ليك خبرات، عملتوا ايه؟ بنلم بعضنا، كنا بنلم بعضنا بصراحه يعني، كنا بنلم بعضنا وكنا بنذاكر الفرق الثانيه وكنا بنظبط اخطائنا اللي احنا غلطناها في ماتش الجزائر. طب فلافي قال لكم ايه المدير الفني بعد ماتش الجزائر؟ ايه المحاضره الفنيه؟ فلافي بصراحه كان بيقول لنا ارموا كل حاجه ورا ظهركم، انا سبب الخساره، انا سبب الخساره فعلا بالظبط، قال لنا انا سبب الخساره، ما لكوش دعوه باي حاجه. طب والله اهم حاجه ركزوا في اللي جاي. طب والله حلو جدا، هو تحمل المسؤوليه عشان ما فيش حد يعني، لو انتوا عايزين تجيبوا سبب للخساره فهو انا سبب الخساره بالظبط، انتوا بس العبوا الماتشات الجايه وانا متاكد ان انتوا تقدروا تكسبوا البطوله دي. هو بصراحه ده كلام عجبني بالظبط. هو لا هو الراجل بصراحه يعني بيدي اللاعب ثقه في نفسه، بيخليه يطلع اقصى حاجه عنده في الملعب. وفعلا في الوقت ده هي دي الكلمه اللي اتقالت فعلا، انا افتكرتها لما محمد قالها، ان هو الراجل قال لو انتوا هتحطوا سبب للخساره فهو انا السبب ده، محدش يفكر في اي حاجه تانية غير ان هو يلعب الماتشات اللي جايه. يعني لا بصراحه يعني دي كواليس برضو يا كابتن بتدل ان جهاز فني عايز يعمل حاجه وعايز يضيف للمنتخب، مش عايز هو يبقى جاي يعني، لا هو عايز اللعيبه تتفرج للعب، محدش يلوم نفسه. والميزة في فلافيو طبعا فنيا مدرب طبعا محترم جدا، وبالمناسبه هو اخر مدرب كان موجود لما كسبنا في 2016 تصفيات الاولمبيكس. يعني هو كمان كان ماسك منتخب مصر قبل كده 2016 تصفيات الاولمبيكس اللي اهلتنا ريو، كان هو المدير الفني وما كسبناش من ساعتها ورجع وكسبنا الحمد لله. فدي طب ما دي حاجه كويسه انه فاهم حتى طبيعه، وده اختيار على فكره، لازم نشكر الاتحاد عليه انه جاب مدرب ليه خبره مع اللعيبه المصريين. يعني فعلا الاتحاد كان ليه دور مهم في الصيف ده، يعني اختيار فلافيو برده كان مناسب جدا ان هو عارف الناس وكان متابع الفريق وريدي عارف يعني ثلاث ارباع الفريق واتفرج على ماتشات الدوري والكاس قبل ما يجي، فكان عنده خلفيه. الوقت كان ضيق يعني، كنا محتاجين ثلاث اربع شهور يجهز الفرقه عشان نكسب، فكان اختيار موفق طبعا. والتعاقد معاه كان متاخر في شهر 5 وده برضو اللي ساعد انه عارف اللعيبه ومتابع مش بعيد عنه. هو تعامله النفسي كان مهم جدا زي ما قال رمضان وحسام، هو ثقافته حلوه وبعد الماتش يعني هادي جدا وعمل المحاضره دي، قال لكم انا قال المسؤول، لكن من دلوقتي احنا كل ماتش بنلعبه فاينل، احنا هننزل مفيش ماتش بعد ده، دور 16 دور 8 مفيش تعويض، مفيش تعويض، احنا ظهرنا في الحيطه وبص لقدام، يعني مفيش رجوله لورا خلاص. برافو، تعامل نفسي هايل مع اللعيبه وخلى اللعيبه هاديه، انا شايف برده في الماتش ومديهم ثقه. سيرفنا يعني ترمومتر الثقه ده شويه السيرف في الفولي، صح لو انت في ثقه تلاقي السيرف ماشي معاك، لو الدنيا شبكه اوت بره راح ضعيف السيرف ما بيمشيش. صح. فالحمد لله السيرب كان اهم سلاح بالنسبه لنا في البطوله دي وحتى في الفاينل. يعني عصران مفنش البطوله بايس، حسام قبليها في لفته ولعب كل الناس، احمد صلاح طبعا عصران، لا الله اكبر الله أكبر. الحمد لله ربنا كرمنا باختياره. طب رمضان خليني برضو يعني اصعب ماتش من وجهه نظرك، كل لعيب بيبقى شايف ماتش صعب من وجهه نظره، انت شايف في البطوله كلها اصعب ماتش كان لينا ايه يا رمضان؟ انا بصراحه كنت شايف ماتش الكاميرون بصراحه، ماتش الكاميرون انا اتفق معاك بصراحه، فظوع بصراحه، انا شفتهم بيسخنوا خفت. لا هم اطوال فظيعه بصراحه. انا اختلف معاكم في النقطه دي، تختلف مين بقى اصعب ماتش؟ طيب كينيا عشان بعد خساره كينيا كان المفتاح، وهي حامل لقب، هو كان لازم رياكشن الفرقه، يا الفرقه هتقوم تاني يا مش هتقوم. بس الصراحه الرجاله نزلت عملوا ماتش يعني جامد قوي. صح، كينيا فرقه محترمه مش ضعيفه، وكينيا كسبانه مصر في 2021. بس انا لا انا اقول لك على حاجه، انت اقنعتني، انا غيرت رايي عشان بعد ماتش الجزائر اللي احنا خسرناه ظروف الماتش. بالظبط. طب وجهه نظرك بقى كابتن؟ ده هو فعلا ظروف الماتش، ماتش كينيا ان انت خارج من خساره، ده اهميه الماتش، الماتش ده هو عنق الزجاجه زي ما بيقولوا، الماتش ده لو عديناه
هتفرق مع الفرقه. الماتش ده يعني وبعدين عملناه حلو قوي وكسبناه يعني وان سايد جيم ويعني كان شكله حلو. حسيت ان الفرقه فدى الناس بقى الدفعه اللي هي بتاعه البطوله بقى فعلا بقى يعني اي حد يجي بقى يعني اللي هو طب انت طب انت من وجهه نظرك يعني احنا ليه اتخضينا من الكاميرون؟ انا كواحد متابع وشفت البطوله. لا فرقه الكاميرون فرقه محترمه كسبانه تونس قبلها بيوم البطل وفرقه تونس طبعا بقى لها فتره فعملوا ماتش ضد تونس يعني وانس يعني الجيم الرابع في ماتش تونس والكاميرون الكاميرون يعني بهدلت تونس فطبيعي ان انت رايح تلعب فرقه كسبانه البطل وفرقه محترمه طبعا ليه ما اخدش البطوله بالظبط كسبت البطل بس احنا الماتش ده يعني سبحان الله احنا الشوط الاولاني كسبانين 25 13 يعني لان احنا نازلين بقى نلعب خلاص بقى يعني ما فيش رجوع صدق ان حتى على الاداء ده في كينيا انا قلت لا ده فريق كينيا ضعيف انا قلت كده وبعد كده عملت سيرش وشفت لقيت لا كينيا فرقه محترمه جدا كسبونا بس في حاجه غريبه بقى انا ملاحظها الافارقه او القاره السمراء اتقدموا جدا في الاستقبال مظبوط في الاستقبال هو ده اللي خلاهم يتحسنوا جدا في الفولي لان هم في الاول احنا كنا بنكسبهم بالسيرف دلوقتي بقوا بيستقبلوا وبعدين هم في الضربه ما شاء الله بدنيا اقوياء فبداوا يستقبلوا ويعلوا الكوره وبيضربوا بقوه جامده جدا فبدا ان هم يتطوروا بشكل فظيع يعني الاستقبال يعني زي وجهه نظري بتاعهم كلمه السر في افريقيا السمراء الاستقبال مظبوط شايف كده رمضان طبعا الاستقبال بصراحه الاستقبال عندهم اتحسن جدا عن زمان زي طب شايف ليبروهاتهم ازاي يعني برضو خلي بالك الليبرو هو لا الليبروهات بصراحه عندهم برضو كويسين استقبلوا بيتحسنوا عن زمان كمان احنا زمان احنا كنا بنكسبهم مثلا بسيرفات صحيح احنا كنا في بطوله افريقيا صدق انت قلت كلمه صاحب السيرفات كان السيرف يروح ما يعرفوش يستقبلوه نقطه كان في سنه 2020 كنا لعبنا فرقه افريقيه كنا كاسبين في فرقه 20-0 بالسيرف بس يا خبر ابيض لكن هم دلوقتي تطوروا جامد غيروا حتى سهومه سيدات طبعا كينيا على فكره كسبتنا قبل كده في بطوله افريقيا 2019 احنا كان حالنا صعب 21 اللي كانت في رواندا 21 في رواندا رواندا كانت اول ماتش في البطوله اصلا بس طب خلينا يعني اتكلم بقى انه المدير الفني فلافيو اداكوا راحه كام يوم؟ مفيش. اداكوا قليل جدا بعد البطوله؟ ده ربع يوم. ده ربع يوم اداكوا ربع يوم. ده تمرين بكره ان شاء الله. تمرين بكره. اه. طيب ليه؟ انا بس عايز اسال سؤال ليه؟ ليه؟ علشان عندنا تصفيات المؤهله لاولمبياد باريس في اليابان ان شاء الله اخر الشهر. اخر الشهر يوم 30 اول ماتش اول ماتش مع امريكا يوم 30 و31 لعب اليابان في اليابان فمفيش وقت خالص هو كام فرقه في المجموعه 8 لينا 8 هياخدوا كام 2 صعبه ولا انا بتهيأ لي لا هو صعبه نصعب من اليابان بس هو ليها حسبه معقده ليها علاقه بالتصنيف انت بتبقى احسن ترتيب في افريقيا طب تونس هتلعب معانا هناك تونس معانا في المجموعه اوبا طب هسألك سؤال حضرتك طبعا بقى الاداريات دي طبعا اكيد ملم بيها ماتش الجزائر الاولاني كان يخلينا نعدي تونس في التصنيف ولا ما تفرقش قوي مش عايزين نزعلك يعني لا 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 عادي ما هو دي بس خلي بالك احنا زعلانين لا ما طبعا بس خلي بالك ما هو انت وهو نفس الموقف دلوقتي ان هو مضطر برضو انت الفرق 10 نقاط تحتيه وانت لو قدرت في بطوله العالم اللي جايه تكسب لك ماتش مش متوقع وتكسبه هو انت هتلعبه صح انت كده دخلت وانا عايز اقول ماتش الجزائر نزلنا في الرانك وكنا كسبناه وكسبنا البطوله كنا نعدي تونس بس ما ينفعش تحس بكده ان ماتش بالزبط. الجزائر خسرناه حطينا في سكه ثانيه كان ممكن نخسر فاينل او سيمي فاينل بالظبط فده نصيبنا الحمد لله احنا راضيين بيه جدا وهنروح اليابان ان شاء الله هنكسب تونس وان شاء الله نلعب مثلا على ماتش فنلندا او تركيا طب هم 12 فرقه هناك صح ولا 10 8 طب هياخدوا اول وثاني الثمانيه دول مجموعه واحده ولا مجموعتين 8 مجموعه واحده نروح نلعب 7 ماتشات ان شاء الله وكمان خلي بالك انتوا عندكم مشكله الساعه البيولوجيه انتوا لازم تروحوا بدري يا باشا عشان ان شاء الله النوم وقلبه النوم دي انتوا عايزين على الاقل بدري قبلها باسبوع بس اتصور فلافي واخد الموضوع ده في معانا معسكر جاهز في كوريا دعوه من كوريا ودعوه من اليابان ان شاء الله صح. ولسه بندرس هنطلع انهي واحده ان شاء الله يعني مجهزين نفسنا طيب انا ما ينفعش بقى تبقوا معايا وما اتكلمش عن النادي الاهلي الموسم اللي جاي وما ينفعش معايا طبعا نجمين كبار محمد رمضان وحسام يوسف وحفظ الالقاب طبعا ونجوم كبار شايفين الموسم الجديد ازاي؟ شايفين الجمهور عايز يطمن، عايز يحس منكم ان شاء الله بالامل في الموسم الجديد ان احنا باذن الله نستعيد البطوله. كلمه منك يا دكتور عن الموسم الجديد للنادي الاهلي. لا طبعا في النادي الاهلي الجمهور ولا احنا متعودين ان احنا يحصل اخفاق سنتين ورا بعض ودي حاجه طبعا غير مقبوله واكيد الجمهور حقه ان هو يطالب ان احنا نرجع تاني وفرقه الطايره معوده الجمهور على المكسب دايما فان شاء الله يعني احنا بنوعدهم ان احنا نبذل
اقصى جهد ونطلع كل اللي عندنا السنه اللي جايه بحيث ان احنا نعوض ونرجع بطوله الدوري ان شاء الله ونلعب على كل البطولات باذن الله. تقول لي جمهور النادي الاهلي دايما بيتابعك ودايما بيتغزل يعني زمان، يعني انا ما قلتش واحد على مليون من اللي بيقولوا عنك جمهور النادي الاهلي في الالتزام والادب، شخص يعني بيليق بالنادي الاهلي والنادي الاهلي يليق بيه، مثل اعلى لكل الناس لكل الناس. تقول لي الجمهور النادي الاهلي اللي بيحبك الحب الرهيب ده. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وانا بحب كل الجمهور والله، و وده شرف ليا يعني ان الناس بتتكلم عليا بشكل كويس، و ويعني احب اطمن الجمهور ان احنا ان شاء الله نرجع تاني في النادي ونحقق بطولات تاني ونرجع تاني الجمهور يملى الصاله، عشان احنا محتاجينهم جدا في ظهرنا الفتره اللي جايه، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم باذن الله. اداه وجود محمد كلمه لجمهور النادي الاهلي يطمنهم على الموسم الجديد باذن الله. لا ان شاء الله، يعني ان شاء الله نوعدهم طبعا اخفاق السنه اللي فاتت واللي قبليها، ان شاء الله يعني نوعدكم الدوري والكاس ان شاء الله هيكونوا في الجزيره ان شاء الله. اداه وجود والله ان شاء الله، احنا وراكم في ظهركم وداعمين ايا كانت الصعاب، احنا وراكم وفي ظهركم وياما وصلتونا بصراحه. طبعا انا عايز اهدي الكاس ده لاحمد سعيد طبعا، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله، ربنا يشفيه ان شاء الله. رمضان محمد رمضان بشكرك، نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك الاداء والروح والمكسب، بشكرك يا محمد. ربنا يخليك يا استاذ هيثم. كابتن حسام طبعا بشكرك، نورتيني وشرفتيني وبعتز بيك وسعيد جدا بوجودك النهارده. انا اسعد والله، شكرا، الف شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، يمكن كابتن محمد معوض مكمل معانا مدير الفريق هينضم لينا بعد الفاصل. عبد الرحمن سعودي احسن سنتر بلوك، محمد عصران لاعب المنتخب ونجم المنتخب والنادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنرحب بنجومنا اللي انضموا لينا في الاستوديو، طبعا كابتن محمد عصران نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وصاحب اخر نقطه في البطوله. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. صح كده مظبوط؟ مظبوط. دايما كده بتتحط في الايه، في النقط يعني، سواء في الاهلي او هنا، صح؟ بس انت قدام وجود دايما ان شاء الله. الحمد لله فضل ربنا. طبعا بنرحب باحسن سنتر بلوك في البطوله وسنتر بلوك النادي الاهلي، وطبعا من ابناء النادي الاهلي شباب والفريق الاول عبد الرحمن سعودي. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن، ربنا مبروك على الكاس، مبروك على لقب احسن سنتر بلوك. الله يبارك لك يا كابتن، ربنا. خليني يعني ابتدي معاك، اكيد حاجه انت اسعد واحد النهارده لما تاخد سنتر بلوك على كل النجوم الموجودين مع المنتخبات الافريقيه والعربيه وانت لسه في السن الصغير ده، اكيد دي حاجه اسعدتك جدا. طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس يعني الاهم من الجائزه الفرديه الحمد لله هو اللقب، يعني ده الهدف الاول الحمد لله ربنا كرمنا بيه. بعد كده الجائزه طبعا اكيد ليها شعور تاني، طبعا فرحان بيها جدا، خصوصا ان اللقب غايب علينا بقاله كتير، وان انا اكون يعني مشارك مع المنتخب الاول وحقق جائزه الحمد لله فرديه ونحقق طبعا اللقب، يعني دي حاجه شعور يعني خاص ومبسوط جدا طبعا بيه. يعني انا عاجبني النغمه الواحده اللي بيتكلموا بيها كابتن كل اللعيبه، ان هو البطوله، يعني انا حاولت اخده للكاس الفردي راح هو واخدني ورجعني تاني لكاس البطوله. تعرف فكلهم تون واحد، في روح واحده. من راي حضرتك كمدير الفريق، ايه سبب الروح الواحده في الفريق ده كله؟ والله يعني هو ما كانش عندنا غير لعيبه اهلي وزمالك بس، والروح كانت جميله ما بينهم، وبالذات كمان بعد ماتش الجزائر الناس يعني تماسكت مع بعض اكتر، وكنا كلنا ايد واحده مع الجهاز الفني ومع برضه الاتحاد، الناس كلها كانت يعني سانده بعض، وقلنا خلاص ماتش وراح والبطوله لسه موجوده. وزي ما قلت لحضرتك ما حدش فكر خالص في اللقب الفرديه دي خالص، كان كل الناس عينها على الكاس الكبير ده. وماتش بعد ماتش، كل ماتش فاينل، عدينا كينيا قلنا الحمد لله، نركز على المغرب، بعد المغرب الكاميرون، بعد الجزائر الفاينل، والحمد لله. الظروف كمان ما كانتش سهله خالص، يعني طبعا ما عرفناش نفرح بعد البطوله عشان احمد سعيد، طبعا ربنا يشفيك. خبر جالنا طبعا قبل ما نرفع الكاس كان ان شاء الله يرجع صعب جدا. الأول ان شاء الله، ان شاء الله يعني يرجع احسن، ما عرفناش نحتفل طبعا، ربنا يشفيه ويرجع لنا بألف سلامة. كلكم رحتوا له على المستشفى زرتوه؟ كلنا رحنا المستشفى وكلنا معاه في البيت يوميا، ان هو كان ليه كان سبب كبير في البطوله دي، ان هو ما كانش بادئ اساسي، بس من بعد ماتش الجزائر لعب شويه، وبعد كده لعب وكان مصر ما شاء الله مستوى حلو قوي، كان هايل حتى في الفاينل لغايه الشوط النص اللي لعبه كان هايل ما شاء الله، ربنا يشفيه. وطبعا عصران نزل في ظروف صعبه جدا كالعاده دايما زي في النادي، بس هو يعني راجل واحنا عارفين الكلام ده ومحدش شاكك في قدراته خالص، ونزل وادى، وده برده يعني روح الفرقه كانت كويسه ان قدر ينزل ويلعب كويس. طالما الروح كويسه اي حد هينزل يبقى كويس، طالما الروح كويسه طبعا دي صوره لاعبنا السابق احمد سعيد طبعاً. اللي بنتمنى له من كل قلوبنا الشفاء العاجل ان شاء الله، ويرجع تاني بالسلامه، ينور الملاعب ويرجع احسن من الاول طبعا. هو طبعا ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله يرجع ويلعب ان شاء الله اكيد ان شاء الله. يعني اجي لك عصران، يعني لسه كابتن محمد بيقول ان انت بتتحط في الاوقات الصعبه،
ايه في القلب فين؟ ده القلب ميت الحمد لله. قول لي يعني كلمني عن الظروف اللي نزلت فيها طبعا خاصه بعد اصابه احمد سعيد في ماتش فاينل، وكلمني عن اللحظات دي ونزلت بأني فكر. لحظه خروج احمد سعيد بالنسبه لي كانت صدمه. انا كنت مصدوم حتى لما وهو خارج فقال لي انا ما فيهاش حاجه انزل يا عصام وكمل. حاسس ان انت اتخضيت عليه؟ بصراحه. فقال لي انزل وكمل، انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش من اي حاجه. فالحمد لله يعني نزلت وقدرت اعوض، يعني اكون يعني ما اثرش في حاجه مع الفريق. وبصراحه يعني روح الجماعه بصراحه، اول ما نزلت اللعيبه كلها جريت عليا فبيشجعوني وبيحمسوني. ده ساعدك ان انت طبعا تخش في مود الماتش بالظبط. المؤازره من زمايلك في الملعب وبره الملعب دي ساعدتك بالظبط. عشان كان اول مشاركه ليا، فزمايلي كلهم بصراحه يعني ست لعيبه كلهم معايا، يعني مثلا عملت خطا في نقطه فلا كله جاي يجري عليا ويهدى وعوض. يعني بصراحه كانت روح كويسه جدا. فبعد التايم اوت ارتحت شويه لما سعيد جريت عليه واطمنت، فقال لي ما تقلقش انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش عليا. فحاولت اطمن شويه. بس احنا لما شفنا احمد سعيد وقع الصراحه انا واحد من الناس توقعت ان هي يعني هتبقى حاجه في الركبه. انا بالظبط يعني انا منظر الوقع بتاع ده بيبقى لينا رؤيه احنا برضه. هو حاول يهون عليا شويه بس انا عارف احمد سعيد يعني قوي، انا عارف اللي هو قوي يعني يستحمل اي حاجه اللي هو يلعب. فبالنسبه اللي هو يخرج بره دي كانت صدمه بالنسبه لي. فالتفكير يعني كنت بفكر فيه دايما يعني وانا في الماتش، بس اللعيبه بصراحه والمدربين قالوا لي اتكلموا معايا واهدى وهو ما فيهوش اي حاجه. انتوا علاقتكم اصلا قويه جدا، انتوا يعني اكتر من اخوات يعني بره الملعب وجوه الملعب، وتزاملتوا كتير وكمان في المعسكرات مع بعض بالظبط. فسعيد بالنسبه لك هو يعني مش بس زميل في الملعب، لا ده اخ يعني. فانت كنت مخلوط عليه بشكل كبير، وفي الوقت اللي مطالب منك انت تنزل تشيل وتعوض بالظبط كده. فكان اختبار صعب ليك بس انت كنت قدها وقدود. الحمد لله. بس واخر انا نقطة يا باشا يعني بص الناس هتسيب البطوله. النقطه دي كانت بسبب سعيد، عشان كان ايه اللي حصل يعني كان بيقعد يتكلم معايا ان احنا نطلع باريس ان شاء الله الاولمبيات. فلما انا جيت افتكرت في الجيم الرابع افتكرت كلامه بصراحه، يعني اللي هو لازم نطلع الاولمبيات. بصراحه وحمسني فالحمد لله يعني قدرت ارجع تاني واحده واحده، والحمد لله مع الفرقه كلها بصراحه الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله دي اهم حاجه الحمد لله. ده وقدود سعودي اجي لك. يمكن الموسم اللي فات انت يعني من مواسم سابقه وانت بتحط رجلك مع النادي الاهلي خطوه بخطوه، منافستك مع السنتر بلوك اللي جوه النادي الاهلي طبعا لعيبه كبار عبو وكان عادل قبل كده وناس انا حد يمكن محسن برافو عليك، في حماده سنتر برافو عليك. فدي منافسات اكيد اثقلتك بشكل كبير، خليتك تخش على المنتخب جاهز. الكلام اللي انا بقوله ده رايك فيه ايه؟ طبعا احنا لما احتك مع مثلا كابتن زي عبد الحليم عيبو طبعا او عادل، الحاجات دي طبعا زادتني خبره، انا اتمرنت معاهم لعبت معاهم لحقتهم وزملتهم. فالحمد لله على الواحد مستواه طبعا بيعلى لما يلعب مع كوكبه من النجوم. طبعا لحقت طبعا كابتن محمد معوض زميل ملاعب سنين برضه، كابتن حسام يوسف لسه موجود ربنا يديه الصحه، كابتن احمد صلاح طبعا يعني نموذج يعني حاجه يعني مش انا يعني اتكلم عنها طبعا يعني، وكابتن عبد الله عبد السلام طبعا. فالحمد لله كل الكوكبه دي الواحد يعني بيستفاد منهم وبيتعلم منهم طبعا لحد النهارده. طيب اثناء البطوله والسؤال دايما اللي بساله، انت كنت حاسس بادائك؟ يعني اللعيب بيبقى حاسس يعني طبعا انت هدفك الكاس وده ما فيش شك فيه اكيد، بس انت كاداء جوه الملعب زي الهدافين كده بتحس ان انت لا انا يعني الحمد لله فايق. كنت حاسس الاحساس ده ماتش ورا الثاني ولا زاد مع المباريات؟ لا هو الحقيقه يعني احنا اول ماتش حصل في اخفاق بتاع الجزائر ده يعني ممكن يعني تقول مثلا احبطنا شويه او يعني هزنا شويه، بس بعد كده الحمد لله ابتدى الريتم يعلى ماتش ورا بعضه الحمد لله يعني. وبعد كده الواحد ابتدى يعلى سنه يتدرج كده لحد الحمد لله يعني ما كنت كويس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كلنا يعني اعتقد كده يعني كلنا مش عبد الرحمن بس او كده. طيب انت طولك كام يا سعودي؟ يعني تقريبا 2 2 2 2 يعني حاجه كده يعني. طب هل انا بسال ايه السؤال ده؟ هل في سنتر بلوكس في الفرق كان اطول منك؟ يعني اعتقد انا بسال السؤال ده ليه؟ لانه لا موجود كان في كان في لعيبه اطول. يعني الموضوع مش بس طول، لا انت بس محتاج تكنيك لانه انت بتقابل لعيبه اطول منك اكيد طبعا. البلوك ده اللي هو الاساسي في البلوكات لينا على الشبكه. طيب خلينا اروح معاك لحاجه ثانيه وهي الارسالات. انت من اللعيبه اللي بتجيد السنتر بلوكس القليلين اللي بتجيد الارسال، ولما بتقف على الارسال احنا ما بنبقاش قلقانين، بتعرف توجهه كويس وبتعرف
يعني انا شفت ماتشات الدوري يعني وماتشات مع المنتخب، ده كان نقطه قوه بتميزك بتخلي مستر فلافيو حط بيديك وقت اطول بيديك دور اكبر، ولا شايف النقطه دي ازاي؟ الحمد لله يعني الحمد لله الواحد ارساله كويس، ومش انا بس، الفرقه كلها. هو موضوع الارسال ده كمان كان مهم جدا في البطوله دي، لان هو كان يعني نقطه تحول يعني بالزبط. هو بيدخلنا الماتشات بيخلينا نضغط على الفرق اللي قدامنا من اول الجيم، دي حاجات مهمه يعني. مستر فلافيو كان مركز قوي في نقطه الارسال دي من بدايه الماتش، يعني لعب ارسالات قويه يعني حتى اللي هيضيع يضيع ما فيش اي مشكله، بس اهم حاجه الارسال يكون قوي، اللي يعدي يعدي ما فيهوش بالظبط، وضيع عادي ضيع عادي مش مشكله، بس لعب ارسال جامد يعني، ضغط على الارسال ضغط على الفرقه الثانيه. كنت عايز ازود بس بالنسبه لسعودي، اكيد فاكر يوم الجيم قبل البطوله ما كنت قاعد بتعمل ستريتش وكنا بنتكلم مع فلافيو مع عبد الرحمن سعودي، طبعا الكواليتي بتاعته معروفه، ففلافيو قال له انا عارف انت البطوله دي هتاخد فيها احسن سنتر. قال له كده قبل البطوله ولا امتى؟ قبل البطوله. قال له انت هتاخد احسن سنتر في البطوله مستر فلافي. طيب من وجهه نظرك بقى كمدير فريق ليه قال له كده؟ لا ان الكواليتي بتاعت عبد الرحمن يعني عارفينها كسنتر بلوك مصافات ادي اهو بياخد الكاس اهو او بياخد جايزه افضل سنتر بلوك. احنا اعلى سكواد في افريقيا يعني الحمد لله، احنا فرديا يعني ما بنلعب ما فيش حد يقدر يكسبنا. الله اكبر. طول ما الناس متماسكه مع بعض والروح كويسه والاعداد كويس والاتحاد في ظهرنا والجو حوالينا كويس ما بنخافش من حد، وريناه ان اي حد الحمد لله كسبنا ماتشات، يعني كل ماتش كان فيه يمكن تشكيله صحيح. مختلفه بسبب الظروف اللي احنا فيها، بس في الاخر كنا بنكسب الحمد لله، واي يعني حد في الملعب بيأدي بالظبط، بدليل ان صلاح كان ليه دور كبير جدا في المباراه الفاينل، خلت رضا هيكل لاعب نادي الزمالك ينزل بوست يقول البطوله دي باسم صلاح، لانه طبعا. كان ليه الدور الابرز في ماتش الفاينل انه يقدر يخلصه. طبعا احمد صلاح يعني عايزين نشكره على مجهوده معانا، احنا زعلنا جدا من قرار اعتزاله، كان مفاجئ بالنسبه لنا خالص، هو قائد الفريق وكان نفسنا يكون معانا الفتره الجايه طبعا، وان شاء الله وتاهلنا يكون معانا في الاولمبياد، ده حق احمد صلاح، تاريخ كبير جدا وادى المنتخب كتير قوي للنادي الاهلي طبعا، وحقه يختار امتى يعتزل، بس احنا برده حقنا نكون زعلانين ان هو يعني ونضغط عليه كمان رمز لينا طبعا. ان شاء الله ان شاء الله نضغط عليه ومش هنسيبه ان شاء الله لما يرجع باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب قول لي عصام، يمكن اصعب ماتش قبلك او قابلنا في البطوله من وجهه نظرك ايه؟ ماتش الكاميرون. بس قبل ماتش الكاميرون كان خسارتنا من خسارتنا من الجزائر. كان بعديها كينيا لازما لازما المغرب نتخطى الخساره، وماتش كينيا بالنسبه لنا كان قوي. هو ده اللي هيرجعنا لقدام، بس اقوى ماتش كان الكاميرون. كاميرون جامده. ايه المختلف في الكاميرون غير اللي قابلناها قبل كده؟ ايه النسخه دي يعني؟ على فكره هي خسرت في تاتو الرابع مع ليبيا بالظبط، بس الناس كلها قايله انها فريق ما ينفعش يخسر، ايه السبب؟ ايه السبب الناس بتقول عليها كده في النسخه دي؟ مش كاميرون بس بصراحه، يعني كينيا اتطورت، افريقيا كلها دلوقتي ليبيا. اتطورت جدا. ليبيا بقى 43 سنه بياخدوا ميداليا. بالظبط، يعني ما بقاش مصر وتونس. لا بقى في الكاميرون، بقى في ليبيا، بقى في كينيا، بقى في الجزائر، يعني افريقيا كلها بصراحه حصل فيها تطور. لو اقدر ازود كابتن هيثم، الفكره ان البطوله دي كانت مهمه مش مؤهله دايركت للاولمبيكس، بس بنسبه كبيره الكاميرون برضو كانت قريبه، لو كانت كسبتنا وكسبت البطوله كان حظوظها عاليه انها توصل اولمبيكس بالتصنيف، فهم كانوا جايين فول تيم بكل المحترفين، وده مش بيحصل كل بطوله. ليهم لعيبه في فرنسا، هم الكاميرون على طول بيبقوا في فرنسا. نتان ده بيلعب في شومون في فرنسا، ده واخد تاني في الدوري، هو بيلعب اساسي في الملعب. في اللي بيلعب معاه كافوجو، ده برضو بيلعب في صربيا وبوتنشال رهيب. في كودي محترف في السعوديه برضو، اوبوزيت 2 متر 10 مثلا. في واحد بيقولوا عليه حمزه، ما اعرفش، نقة، ده بيلعب في الترجي، ده في تونس. بيلعب في الترجي. في الكاميرون برضو عندها السنترين محترفين، في واحد بيلعب في تركيا، فهم جم فول تيم، فرقه جامده. وعندهم كمان جيل صغير كويس، هم حتى قدروا في الماتش ينزلوا يلعبوا بالاحتياط. بس انتوا كده عندكم الفتره اللي جايه مهمه صعبه في منتخب مصر عشان تحافظوا على البطوله، خاصه ان اللقب التاسع لينا مظبوط، والتونس 10 القاب، يمكن تونس انا اسف 11 تونس. تونس في الاواخر يعني، يمكن يعني ثلاث بطولات ورا بعض او خدوهم منهم بطوله في ملعبنا وبطوله هناك وبطوله احنا ما وصلناش فاينل، يعني قصدي اقول لك تونس في الكام سنه اللي فاتوا فرقت شويه عنا، فالنهارده عندنا تحدي كبير، ما بقاش الموضوع تونس بس زي ما بيقول يعني عصران، انت عندك الكاميرون، عندك كينيا، عندك تونس، عندك الجزائر. طب الجزائر مثلا من وجهه نظرك كمان، الجزائر ايه اللي اختلف فيها في النسخه دي؟ خدت بطوله عربيه. انا شفت يعني احنا لعبناهم ماتشين، الجزائر تقريبا مش المعد مش موجود معاهم كمان. كان في معد احسن على ما اعتقد، ولا كان عندهم معد غاب في البطوله كابتن، هو امير تقريباً. هو امير بيلعب، هو امير ما حسيتش باي اختلاف، بس المجموعه دي
مع بعض من بدري، فطبيعي يعني انسجموا مع بعض، فاكيد طبعا عملوا معسكرات. طب انتوا لما وصلتوا فاينل ولقيتوا الجزائر، ده ما كانش عبء نفسي ان هم خسرنا منهم مجموعه، ولا بصراحة كان ده فرصه عشان نعوض؟ لا دي كانت فرصه اللي احنا نعوض والناس الجمهور الخساره. بس خلي بالك مش حدين، لو كانت الجزائر كسبتك كانت هتكسبك للتاني مره في بطوله واحده. لا بس احنا الحمد لله كنا واثقين يعني روح العزيمه. مع بعض بعد الخساره قعدنا مع بعض على طول بعد العشاء، اتكلمنا مع بعض كلنا. كله كان متضايق وكلنا زعلانين طبعا ماشي، بس قدرنا يعني الحمد لله المباراه دي فوقتنا لقدام الحمد لله انها جت بدري، فالحمد لله دي ادتنا دافع قوي جدا لقدام. حتى قلنا يعني بعد الاجتماع قلنا يا رب نقابل الجزائر في النهائي. سعودي يعني برضو نفس الكلام، يعني يمكن كباتن الكبار اجمعوا ان مباراه كينيا كانت مهمه والكاميرون، محدش جاب ابدا سيره ماتش الجزائر الفاينل، كله بيتكلم كان بثقه ان احنا ان شاء الله هنكسب. ما احنا يعني الماتشين الاولانيين دول ضغط كبير جدا عشان يعني توصل بقى للفاينل، بقى ايا كان كنت هتقابل الجزائر او الجزائر ساعتها كانت بتلعب مين عشان توصل ليبيا فاينل. ليبيا كانت بتلعب ليبيا، فانت لازم تتخطى الاول عقبه الكاميرا عشان توصل للفاينل اصلا يعني. واحنا كان بقى يعني حظنا ان احنا قابلنا بقى الجزائر تاني عشان نرد اعتبارنا بتاع خساره اول ماتش. طيب انت لما احنا كسبنا الكاميرون وعرفنا طبعا ان احنا نقابل الجزائر في الفاينل، انت على مستوى برضو خلي بالك انت يعني خبراتك مش قليله، لعبت مع شباب ولعبت في النادي الاهلي، بس برضو يعني لسه مع المنتخب خبراتك مش طويله، منتخب كبير قصدي، ما حسيتش بقلق شويه لحظه كده انه لا الجزائر تاني وهي كسبانه؟ طب ولا ده اداك حافز لا لازم نعوض ولازم نثبت الناس ان احنا احسن؟ احنا والله احنا ذاكرنا ماتش الجزائر ده كويس جدا، احنا لعبناهم الماتش الاولاني كان في اسباب للخساره، ذاكرناها تاني، ابتدينا يعني نراجع الفرق، ايه اخطائنا هنا، ايه لازم نعالجها. زي ايه مثلا؟ يعني قول لي ايه الاخطاء اللي انتوا تلاشتوها في الماتش الثاني عن الاولاني؟ احنا ممكن في الماتش الاولاني مثلا كان عندنا يعني ضيعنا مثلا ارسالات كتير، مثلا بلوكاتنا ما كانتش متظبطه قوي، استقبالنا كان مهزوز شويه، ممكن عشان كان اول ماتش او كان داي اوف للعيبه كلها او للفرقه، ممكن ما كانش يومنا في الماتش، بس الحمد لله راجعنا الكلام ده كله اشتغلنا عليه. لا في الماتش ده مش هينفع نغلط نفس الاخطاء بتاعت الماتش الاولاني، بناء على كده الحمد لله ربنا كرمنا بالماتش يعني والحمد لله كسبنا يعني البطوله. طيب لما خدت كاس افضل سنتر بلوك، ومستر فلافيو قبل البطوله بيقول لك زي ما قال كابتن محمد معوض، قال لك انت هتاخد احسن سنتر بلوك في البطوله، دار ما بينك وبينه كلام بعد الجائزه ولا ما دارش؟ يعني دار بينا كلام طبعا، انا وعدتك يعني ووعدتك وقلت لك ان انت هتاخد احسن سنتر في البطوله ويعني اتحققت يعني. طب انت رديت عليه قلت له ايه؟ الحمد لله طبعا يعني اصل ده فرقه، الموضوع مش بالنسبه لي جائزه فرديه، الجائزه الفرديه دي لا يعني انا قصدي اقول ان هو توقع وتوقعه طلع مظبوط. دي حقيقة. والتوقع مش جاي مبني على ارقام بس، مبني على ثقه، ما ممكن يكون ارقامه كويسه بس الثقه يعني مش هيأدي، لا ده هو واثق فيك جدا وكمان اريك صح كلاعب، فالنهارده دي حاجه على فكره، دي حاجه ليها معنى تاني طبعاً خالص. الحمد لله يعني في المعسكر الحمد لله عملنا معسكر، عملنا تقريبا احنا رحنا تركيا ورحنا سلوفينيا ورحنا مقدونيا، لعبنا ماتشات كتير احتكينا فرق محترمه جدا، الحمد لله ربنا كان موفقني في الماتشات دي والفرقه كلها، كنا ظاهرين بشكل كويس وكده، فهو الحمد لله كان يعني متوقع بناء على الماتشات دي وعلى المستوى ان الحمد لله الكيرف ماشي يعني كويس، فكان يعني بتنبأ ان انا يعني ان شاء الله هاخد جايزه. لا خلي بالك يعني فرق بين بيتنبأ فرق بين هو مبني بيزد على ارقام. ايوه وبيزد على قرايه، هو ما تنبأش، هو نقول يعني شاف ان ده الصح وده الطبيعي. ايوه خلي بالك هو 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 ده شاف ان الصح ان سعودي زي ما شاف حسام يعني، معلش هو اعتمد على حسام واعتمد على عسراء، اعتمد على الكل طبعا، بس انا قصدي على اللعيبه اللي هو اتحطوا في سيتويشن انه لازم هيشيله. طب كابتن نظره افريقيا لينا النهارده بعد المكسب ايه؟ انت طبعا كمدير كره انت راجل كل شغلك بتبص من بعيد بتشوف الاجواء المحيطه، النهارده بعد مصر ما رجعت تاني على عرش افريقيا، نظره الاتحاد الافريقي، نظره الاتحاد الدولي، نظره الفرق الاخرى لمصر دلوقتي بقت ازاي؟ طبعا حصلنا دروب طويل شويه من 2016 ما كسبناش حاجه خالص وده في تاريخ مصر كتير، فالحمد لله قدرنا نرجع لعرش افريقيا، ودي ان شاء الله تبقى البدايه، حتى لو احنا عندنا اجيال كويسه، منتخبات الناشئين والشباب محققين نتائج كويسه في بطولات العالم، فهو محتاجين ان يكون في ترانزيشن ان شاء الله، ان في يعني ممكن نقول نهايه جيل، في ناس سنها يعني وده طبيعي بالظبط سنه الحياه، في ناس هتبطل، لكن ان شاء الله نحاول نعمل الترانزيشن ده باحسن طريقه وندعم واحده واحده بعناصر شباب
عشان نقدر نسيطر تاني لفتره طويله باذن الله. طب حضرتك شايف برضو احنا نتطرق للشباب وللناشئين، عملنا نتائج كويسه بامانه يعني يعني عاملين نتائج مبهره بصراحه، وفي اجيال طالعه كويسه، شايف ده برضو يطمن المسؤولين وبامانه مع الاتحاد عايز يعمل حاجه يعني برضو خلينا نتكلم بامانه، الاتحاد عايز يعمل حاجه المنتخب مصر، شايف ان احنا كده ماشيين على الطريق الصح؟ شايف بالناشئين والشباب والفريق الاول باللي احنا ماشيين ده ممكن يدينا 10 سنين قدام؟ انا شايف طبعا الاتحاد حاطط خطه كويسه، وكل الفرق متهيألي الحمد لله اتأهلت لبطولات العالم، حتى السيدات صحيح فترة ما وصلوش، الناشئين في كسبنا الكاميرون في الكاميرون طبعا سيدات يعني كانت صعبة جدا، عندنا منتخب الشباب يعني كانت مجموعته صعبة بس في الآخر واحد تاسع، الناشئين واخدين تامن وسط كوارتر فاينل مع فرنسا. من زمان ما سمعناش الترتيبات دي بالظبط، لا الكواليتي موجودة، وهي الاتحاد حاطط يعني خطة إن شاء الله لقدام عشان نقدر نسيطر تاني لفترة طويلة بإذن الله. طيب شايف انه الاحتكاك امر مهم، يعني دايما بيبقى عندنا عناصر كويسه، بس اللي عمله الاتحاد السنه دي شيء جديد انه عمل معسكرات تليق باسم منتخب مصر. على فكره في اتحادات كتير او في منتخبات كتير دي ازمتهم ما بيعملش الاحتكاك صح. اللي يرقى يوصل منتخبك انه يلعب بطولات دوليه، شايف الاتحاد ده بيركز في الموضوع ده يا كابتن؟ طبعا حضرتك عارف الرياضه ماشيه ازاي، التمرين مش كفايه خالص طبعا، الاحتكاك بالذات وانت بتلعب في المستوى الدولي محتاج تلعب ماتشات، مهما كان مفيش حاجه بتعوض ضغط الماتش خالص يعني. فزي ما قلت المعسكر بيتعمل ما شاء الله الاتحاد، يعني عملنا معسكر وكمان مسافرين ب 18 لعيب لمده 3 اسابيع في اوروبا، لا والجهاز مسافر يعني طب يسافروا اللعيبه على قد بالظبط، ودي حاجه تحسب لهم بصراحه، ظهرنا ودوا يعني كل السبورت للجهاز الفني، هو يعني اللي انتوا عايزينه هنعمله عشان ان شاء الله ربنا يكرمكم، فكان معسكر ناجح الحمد لله، الناس كلها لعبت وبانت لما جينا في البطوله احتاجنا لاي حد، الناس كلها نزلت وادت وكسبنا باي حد الحمد لله. صحيح يا كابتن، وبشكرك عصران كلمة لجماهير النادي الأهلي اللي هي أكيد بتشوفنا دلوقتي واللي عايزة تطمن، آه فرحانة بالمكسب المنتخب ولكن عايزين يطمنوا على الفرقة السنة الجاية يا عصران. طبعا أقول لهم طبعا إحنا أسفين على الإخفاق اللي حصل من سنتين، بس إن شاء الله أوعدهم إن شاء الله الفترة الجاية ربنا يكرمنا بإذن الله، وإن شاء الله الخمس بطولات يكونوا في النادي الأهلي. سعودي تقول إيه لجمهور النادي الأهلي اللي دايما بيدعمك والحقيقة يعني مش دعم بس، انت تحس ان انت خفيف حتى على جمهور النادي الاهلي بيحبك جدا، تقول لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بقول لهم ان شاء الله السنه دي يعني البطولات كلها ان شاء الله تكون في النادي الاهلي، محتاجينهم يكملوا في ظهرنا ويدعمونا، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونجيب كل بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. مسؤوليه كبيره عليك وعلى عصران وعلى يوسف وعلى كل اللعيبه، انت كمان كسنتر بلوك في افريقيا النهارده عليك مسؤوليه كبيره في ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله، وان شاء الله نجيب كل البطولات باذن الله. سعودي بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتني، والف مليون مبروك على اللقب والاداء وكاس افريقيا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، نورتيني وشرفتني ومبروك، والحقيقه انا من اكتر الناس اللي سعيده ليك، انت بساعد ما جيت النادي الاهلي وانت يوم بعد يوم بتثبت ان انت كنت صفقه ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله المواسم القادمه باذن الله. ان شاء الله بعوض، نورتيني وشرفتني وكنت سعيد جدا بيك، مشروع اداري محترم، حاجه مشرفه، انا اتنبأ لك باذن الله ان ليها هيكون ليك باع كبير اداريا، لان ده طريقك اللي اخترته اداريا في كره الطائره في مصر كلها. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، اشكرك على كلامك الجميل ده، وانت وش السعاده علينا على طول ما شاء الله، وشك حلو علينا سواء في الاهلي او في المنتخب، ان شاء الله نيجي نحتفل بالتاهل لباريس ان شاء الله. ان شاء الله هنا نحتفل مع بعض باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا مع ابطال افريقيا للكره الطائره، بجد يعني احنا سعداء جدا، استعاده اللقب بعد 8 سنوات، دايما اسم مصر لما يعني بيكون فوق احنا بنكون اسعد ناس، لان هو ده الهدف من كل الدوريات اللي احنا بنشوفها والمنافسات، والهدف الاساسي هو منتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال.